مشاهدينا الكرام، هنا ننطلق معكم في انطلاقة شوطنا الحادي عشر بمجموع الأشواط في هذا الانطلاق الصباحي المميز. انتهينا من مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وبدينا في الأشواط الإضافية، هنا أيضا عشرة أشواط قدمت أيضا من نادي دبي. نتابع هنا خلابة لمحمد بن حمد بن مصرح الإحبابي، شاعرنا هنا ينطلق، أبو حمدان أيضا يقدم لنا في هذه اللحظات في هذا الأداء المميز خلابة سلالة مخلاب تنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني شاهينية لحمود بن سالم بن عبد الله بن حمد الطوقي، أما المركز الثالث ذات الفائزة ناصر بن سلطان بن محمد الدرعي، وهنا تأتينا وجود علي بن خليفة بن رشيد السويدي. هذه هي الرباعية، وخامس المراكز هنا سالم بن حمد بن سالم لوهي بمن ينطلق بتكريم بهذا الانطلاق المميز الجميل. هذه هي الخماسية الجميلة هنا، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط خلابة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة. هنا لمحمد بن حمد بن مصرح الحبابي، وهنا الفائزة ناصر بن صالح ناصر بن سلطان بن محمد الدرعي، ولكن تكريم من الجانب الآخر، تكريم 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 سالم بن حمد بن سالم لوهيبي، وهناك الشاهينية حمود بن سالم بن عبد الله الطوقي، ولكن تكريم تنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسالم بن حمد بن سالم لوهيبي، على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق المميز الجميل. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز معلن الناموس، تهانينا المركز الثاني. تأتي هنا الفائزة لناصر بن سلطان محمد الدرعي، ثالثا الشاهينية لحمود بن سالم بن عبد الله الطوقي، وجود علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد وصلت هناك بهذا الانطلاق الجميل